اللي عملت شعرها برتقاني دي غريبه جدا، انا بجد مش مصدقاها، انا شايفه انه كان احلى بكتير. كتير. ايه ده سيد؟ اه سيد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبوب؟ ازيك يا اخويا؟ خير؟ في حاجه حصلت ولا ايه اللي جابك؟ في يا بت جاي اطمن عليكي. انا بخير والحمد لله، ما تقلقش، انا عامله حسابي استاذن بدري عشان الحق اوضب ميسا. بس بدري بدري، بعد لسه نجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي ايه اللي مش هتوافق؟ الله حرام اكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا ايه؟ مش محتاج تكسر حاجه، انا سامعه عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذه يا فندم، حقك عليا. غير ارحام. حاضر حاضر يا اخويا. ما تستغربش انا كده، مش بحب اقعد في مكتبي كتير، بحب افضل هنا وسط البنات عشان افضل فاهمهم وحاسه بيهم طول الوقت. حاسه بيهم عشان قاعده في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم مش كده؟ انا مقدره زعلك ومقدره كمان ان انت اللي اقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحاب اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني هتلاقيني واقف قدامك، وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست، وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح انك ما تعرفش انا مين، وما تعرفش كمان انا ممكن اعمل فيك ايه بعد الكلمتين دول. بس اوكي، هحط نفسي مكانك، هحكم عقلي، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة خالص، وهعتبر كمان ان دي اخر مرة اشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني وزبون كمان، اصلا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل، وبإيدك دول كمان.